بعرفكم نفسي، أنا الشيف رائد قصقص، شيف حلويات غربية وكيكات بيتيفورات شوكولاتة. بنحب نفرح الناس ونعمل لهم الشغلات اللي بتتناسب مع مناسباتهم من ناحية أعياد ميلاد، التخرج، النجاح، المولود، الويدنج كيك، الأعراس، الخطوبة، كل المناسبات اللي الناس بتهتم فيها وبتحب تتميز بكيكات مميزة وجميلة. بداية معنا الكيكة الأولى هي الكيكة الزهرية، كيكة بتنعمل لعمر 16 سنة للصبايا عشان تميزت باللون الزهري. الحشوة تبعتها ممكن تكون حشوة الرينبو كيك. هلا الكيكة الثانية اللي هي كيكة الفروزن، وهي هاي كيكة معبرة شخصية كرتونية كتير مهمة للأطفال. ننتقل للكيكة اللي بعديها اللي هي كيكة الشوكلت، وهاي بنهتم فيها للشباب أكثر أو للصبايا. وبعديها بننتقل لكيكة الريد فيلفت اللي هي كيكة عادية نورمال، يعني إنه كيكة بتنعرض بالواجهة بأي وقت، ممكن تتوفر بأي محل من المحلات أو ممكن ست البيت تعملها في البيت. بعديها بننتقل للمناسبة الأكبر والأعظم، الكيكة المهمة كتير للصبايا، كيكة عرسها. فأغلب الناس توجهت إنها تختار الكيكات الصغيرة، ما في عدد أشخاص كبير عشان نضل متقيدين بأوامر الدفاع. بعديها بننتقل للكيكة اللي وراها اللي هي كيكة السيارة، فميزناهم بكيكة شكل السيارة، وهي برضو شخصية كرتونية والأطفال بيطلبوها بشكل مستمر. بيصفى عنا في عامين إحنا الكيكة الأخيرة اللي هي كيكة ممكن تلاقيها بواجهات المحلات بشكل دائم، وفي عنا تشكيلة الكيكات هاي اللي هي كيكة الفراولة، وفي عندك كيكة الفواكه، الفواكه المشكلة بتكون كيكة محشية فواكه وجهها فواكه مزينة بألوان زاهية. أنا شيف مهند ناصر قصقص، اليوم رح نعمل الرينبو فيلفت كيك. هاي الكيكة بتتكون من طبقات كلياتها كل طبقة لها لون معين، اللي هي هدول الألوان اللي هم بيكونوا ألوان الطيف، ألوان بيعبروا عن الفرح، بيعبروا عن السعادة، وتقريبا مناسبة لكل الأعمار. هي بتتكون من الفيلفت كيك مع الجبنة الدهن، محشية من جبنة الدهن. وهلأ إحنا راح بس نزينها وندكرها. هيك الكيكة صارت جاهزة، كيكة بتشهي ومنظرها كتير مرتب ومناسبة لجميع الأعمار تقريباً.